أهلا بيكم في Expand Card. أول ما بتدخل على لوحة التحكم الخاصة بمتجرك على Expand Card أو الدليل اللي هيساعدك أن أنت تبني المتجر بتاعك عن طريق الخطوات الواضحة هنا، وهتلاقي أن احنا بنبعت لك فيديوهات توضيحية كتيرة علشان تقدر تتعرف إزاي تتعامل مع المتجر بتاعك. تقدر تحذف الجايد دوت بعد ما تخلص الخطوات اللي فيه عن طريق الضغط على إنهاء الخطوات عشان تظهر لك الداشبورد أو لوحة التحكم اللي بتبين لك المعلومات الأساسية أو اللي بتحتاجها بشكل يومي في المتجر بتاعك، زي إجمالي المبيعات وإجمالي الطلبات والعملاء الجديدة اللي سجلت على المتجر بتاعك وآخر 10 أوردرات، وكمان رسم بياني توضيحي لشكل وحجم المبيعات عندك ومعدل التغير بشكل يومي. تقدر تغير كل أجزاء المتجر بتاعك، وتقدر تدخل على الواجهة بتاعة المتجر بتاعك أو الموقع بتاعك اللي بيشوفه العملاء عن طريق الضغط على واجهة المتجر، وتقدر تغير جميع الإعدادات والأجزاء الموجودة في المتجر بتاعك بمنتهى السهولة. على سبيل المثال عشان تقدر تغير الشعار أو تعمل إعدادات المتجر بتاعك، هندخل على الضبط وبعد كده تدخل على إعدادات المتجر. هتلاقي هنا البيانات العامة للمتجر بتاعك زي اسم المتجر والعنوان والتليفون وخلافه، وهنا هتلاقي بيانات أخرى، وفي الجزء الخاص بالمحلي تقدر تعدل الدولة اللي انت بتعمل منها اذا ما كانتش اذا كنت حابب انك تعدلها. تقدر تغير اللغة الافتراضية للمتجر بتاعت واجهة المتجر اذا كان يفتح بشكل اساسي باللغة العربية او الانجليزية، وكمان تقدر تغير اللوحة الافتراضية للوحة التحكم سواء كانت العربي او الانجليزي، وتقدر تغير العملة الافتراضية للمتجر بتاعك العملة الاساسية اللي انت حابب تشتغل بيها وهكذا. وكمان تقدر تغير الشعار الخاص بالمتجر بتاعك او اللوجو بتاع المتجر بتاعك عن طريق الضغط على علامة شعار المتجر والضغط استعراض ثم الرفع عشان ترفع الصورة الخاصة بالشعار. بعد ما تعمل اعدادات المتجر تقدر تبتدي تدخل على القوالب من خلال التصميم علشان تقدر تشوف القوالب او التمبلتس المتاحة اللي تقدر من خلالها تبني متجرك بشكل كامل وتختار التصميم اللي يناسبك. مجرد الضغط على اي قالب على تطبيق القالب عند اي قالب تقدر تغير القالب بشكل سريع وفوري زي ما احنا شايفين، وتقدر تعمل اللي انت محتاج تعمله من تعديلات على القالب اللي انت اخترته. بعد ما تختار القالب والتصميم تقدر تبتدي تضيف المنتجات بتاعتك من خلال المنتجات. هتلاقي بعض المنتجات اللي موجودة كأمثلة أو sample products، تقدر تحذف جميع المنتجات دي عن طريق إنك تعلم عليها وتضغط على حذف فتحذف جميع المنتجات اللي هي موجودة للتوضيح فقط، وتقدر تضيف منتجات جديدة عن طريق الضغط على إدراج وإضافة بيانات المنتج باللغة العربية والإنجليزية، وتقدر تحذف أحد اللغتين لو أنت حابب إنك تشتغل المتجر بلغة واحدة سواء كانت العربية فقط أو الإنجليزية فقط. تبتدي تكمل بقية بيانات المنتج، البيانات اللي انت محتاجها، مش كل البيانات دي مطلوبة، انت بتضيف البيانات اللي انت محتاجها. تأكد ان انت بتضيف بس البيانات اللي عليها علامة النجمة اللي موجودة في العام وفي البيانات. كمان تقدر تضيف اقسام المنتجات بتاعتك من خلال الاقسام بنفس الطريقة. تقدر تحذف جميع الأقسام الموجودة اللي هي موجودة هنا كأمثلة، وتبتدي تضيف الأقسام الخاصة بيك عن طريق الضغط على إدراج، وبنفس الطريقة تقدر تضيف الأقسام الخاصة بالمتجر بتاعك. تقدر كمان تضيف صفحات التواصل الاجتماعي في المنزلق الخاص بصفحات التواصل الاجتماعي اللي موجود هنا عن طريق الضغط على التطبيقات تضغط تحرير عند منزلق التواصل الاجتماعي، وتبتدي تضيف البيانات الخاصة بصفحات التواصل الاجتماعي زي ما هو واضح في المثال، وتقدر تتواصل معنا عن طريق الايقونة الخاصة بالدعم اذا احتجت لأي مساعدة في اي جزء من الاجزاء دي. بعد ما تضيف المنتجات والاقسام وتختار التصميم المناسب لمتجرك، جه الوقت ان انت تبتدي تحدد طرق الدفع والشحن اللي انت عاوز تستخدمها على المتجر. طرق الدفع في Expand Card وفرنا لك طرق كتيرة علشان تقدر تقبل الدفع بالطريقة اللي تناسبك وتناسب العملاء بتوعك وتناسب كمان المنتجات اللي انت بتبيعها. فعلى سبيل المثال تقدر تستخدم الدفع تفعل طريقة الدفع عند الاستلام، وهي الطريقة المفعلة بشكل افتراضي
علشان هي الاكثر استخداما في الوطن العربي. تقدر تعمل تعديل للاعدادات بتاعتها بس مجرد الضغط على تعديل الاعدادات وعمل ما يلزم من تغيير الاعدادات اللي انت محتاجها. تقدر كمان تقبل الدفع عن طريق الباي بال بمنتهى السهوله عن طريق اضافه بس حسابك الخاص بالباي بال. عشان تعمل كده بتضغط على تفعيل عند الباي بال وتدخل البريد الالكتروني او الايميل الخاص بحسابك على الباي بال وتكمل باقي الاعدادات، وفي الاخر تضغط تتاكد ان الحاله بتاعه الباي بال هي تمكين علشان تظهر الباي بال كاحد وسائل الدفع على متجرك. كمان لو حابب تقبل الدفع عن طريق بطاقات الائتمان بانواعها المختلفه زي الفيزا والماستر كارد وغيره، وفرنا لك ربط فوري ببوابات الدفع العالميه والعربيه الافضل علشان تقدر تقبل الدفع بشكل سريع. فعلى سبيل المثال تقدر تقبل الدفع مثلا عن طريق، تقدر تستخدم بوابه الدفع مثلا تو تشيك اوت، تابع الخطوات الموضحه هنا، وبعدين بتقدر بتحتاج تفتح حساب بس عن طريق الضغط على الرابط ده علشان تفتح حساب على بوابه الدفع تو تشيك اوت، وبعد كده بتضغط تفعيل وتضيف بيانات الحساب. بشكل عام علشان تقبل الدفع على الانترنت بالفيزا او ببطاقات الائتمان بتحتاج تفتح حساب مع احد بوابات الدفع، واحنا في اكسباند كارد وفرنا لك ربط سريع بيهم. وكمان وفرنا لك ربط ببوابات دفع وطرق دفع منتشره جدا في الوطن العربي زي كاشيو او وان كارد. تقدر كمان بمنتهى البساطه انك تفتح حساب تاجر على كاشيو من خلال الرابط ده وتفعل الحساب وتقبل كاشيو عندك في المتجر، ونفس الموضوع على وان كارد. وكمان وفرنا لك طرق دفع اخرى زي التحويل البنكي او دفع عن طريق الشيكات لو ده كان الانسب لمنتجاتك. تقدر تفعل اكثر من طريقه دفع على متجرك وتحدد امتى تظهر كل طريقه بالشكل اللي يناسبك. بعد كده بنشوف طرق الشحن الموجوده عندنا في اكسباند كارد وبتختار الطريقه الانسب ليك. هتلاقي برضو طرق عديده احنا وفرناها، منها طرق انت بتعمل اعداداتها بنفسك زي طرق زي سعر الشحن الثابت. دي عباره عن ان انت بتحدد سعر شحن ثابت لكل المنتجات، والسعر ده ما بيختلفش بحسب المنطقة او وزن المنتج، فدي احد الطرق. كمان وفرنا لك طرق شحن عن طريق شركات الشحن العالمية والعربية زي على سبيل المثال ارامكس. فلو عندك حساب على ارامكس تقدر بمنتهى البساطة تضغط تفعيل عند ارامكس وتدخل بيانات الحساب بتاعك، وبكده بيتربط متجرك بحسابك على ارامكس وبتقدر تشحن مباشرة عن طريق ارامكس. وبالحالة دي سعر الشحن وكل بيانات الشحن بيتم اخذها بشكل تلقائي واوتوماتيكي من ارامكس وبتظهر ليك وبتظهر للعملاء بتوعك. نفس الموضوع مع شركات الشحن التانية زي يو بي اس او فيدكس. وكمان تقدر تعمل اسعار الشحن متغيرة مع المنطقة الجغرافية او وزن المنتج عن طريق اسعار الشحن المخصصة وطرق اخرى زي ما احنا شايفين. بعد ما بتنهي اعدادات طرق الدفع والشحن ممكن تبتدي دلوقتي تعمل اللمسات الاخيره على متجرك زي انك تغير الشرائح او تغيير المعلومات الموجوده اعلى المتجر او اسفل المتجر. علشان تقدر تعمل ده بمنتهى البساطه هنضغط على تصميم ونضغط على عرض الشرائح عشان نقدر نغير صور الشرائح الموجودة في الصفحة الرئيسية للمتجر بمنتهى البساطة. وعلشان نقدر نغير المعلومات او البيانات الموجودة اسفل المتجر واعلى المتجر اللي هو الفوتر والهيدر بنضغط على تصميم وبعدين بنضغط على تعديل القالب وبعدين بنضغط على الوحدات الداخلية، وهنلاقي البيانات الموجودة اعلى المتجر زي ما احنا شايفين والبيانات الموجودة اسفل المتجر زي ما احنا شايفين كلها متاحة للتغيير من خلال المحرر النصي. ما تنساش تغير البيانات في اللغتين الانجليزية والعربية. ولو حابب تلغي احد اللغات الموجودة على متجرك تقدر تعمل ده من خلال الضغط وبعدين تضغط على اللغات وتختار اللغة الافتراضية وتقدر تلغي اي لغة من اللغات دي عن طريق انك تعلم عليها والضغط على حسب. عشان نغير البانرات الثانية اللي موجودة في المتجر زي البانرات دي
هنلاقي الحاجات دي موجودة في التصميم والوحدات الخاصة. هنلاقي زي ما احنا شايفين البنرات الموجودة متاحة للتغيير من خلال المحرر النصي، بس بالضغط دبل كليك على اي صورة اقدر ان انا اغيرها وارفع الصورة الجديدة. بعد ما تنهي المتجر بتاعك دلوقتي بيكون جه الوقت ان انت تفعل الدومين او النطاق الخاص بالمتجر بتاعك، وعلشان تعمل ده بتحتاج تفعل اشتراكك على احد الباقات الموجودة على Expand Cart. عشان تفعل الاشتراك تضغط على اشترك الان الموجودة عندك وتختار الباقة اللي تناسبك. زي ما احنا شايفين احنا بنوفر 5 باقات عشان تناسب عملك في جميع مراحله، تبدأ من $21 شهريا او انك ممكن تدفع بشكل سنوي، وده هيوفر معاك 25% من تكلفة الاشتراك. فتقدر تختار الدفع شهري او سنوي، وتقدر تبتدي بالاشتراك الشهري وبعد كده تحول على السنوي. كمان تقدر تبتدي بالاشتراك على اي باقة، وبعد كده تقدر تعمل ترقية او تخفيض للباقة في اي وقت حسب احتياجاتك. علشان تقدر تفعل الاشتراك بتختار الباقة وتضغط على اشترك، وهنا بتبتدي تحط بيانات النطاق او الدومين اللي انت عايزه يشتغل يكون للمتجر بتاعك. زي على سبيل المثال مثلا ده لو هو ده اسم المتجر بتاعي، وبضغط على المتابعة اتأكد ان الدومين او النطاق متاح، وببتدي اضغط متابعة واتبع بقية الخطوات لغاية اتمام التسجيل. لو انت عندك بالفعل نطاق او دومين وعايز تشغله على المتجر بتاعك، اختار احد الاختيارين الموجودين هنا، اما انك تنقل الدومين لإكسباند كارت، او ان انت تختار هنا وما تنقلش الدومين وإكسباند كارت تبعت لك طرق الاعداد اللي ممكن تعملها على لوحة التحكم الخاصة بالنطاق بتاعك علشان يشتغل على المتجر بتاعك بشكل فوري. بعد ما بتنهي خطوات الاشتراك بيتفعل المتجر بتاعك والنطاق بشكل فوري، وبتقدر تبدأ عملية البيع على الانترنت. وطبعا هتلاقي فريق الدعم الخاص بإكسباند كارت موجود معاك دايما خطوة بخطوة وفي كل شيء علشان يساعدك في أي حاجة انت محتاجها. بتقدر تتواصل معانا دايما من خلال أيقونة المساعدة الموجودة هنا، وهتلاقينا دايما موجودين برد عليك وهنساعدك في كل شيء. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.